شوفني بيت تحية طيبة لجميع متابعي. كنحييكم ديت وجدة من سوق الخضر والفواكه بطبيعة الحال. حاولوا نشوفوا الأثمنة ديال الخضر والفواكه بطبيعة الحال. تحياتي واحترامي. أنت شحال فتشت عليك ولا؟ علاش؟ أه؟ علاش؟ تقول لنا كي راه داير الصوالح كي راه داير مبرعة الأثمنة كي راه دايرة. الحمد لله من خاطر. ياك. بصلة شوية. ما بصلة لا بغيت تمشي هذوك البصلة راه سمعت. واه. دوك البصله راه اللي يخرج ما يرجعش. فهمت. يعني ما كاينش البديل. فهمتوا دابا البصله كامله غتجي من اكاديريه. لا ماشي من اكاديريه، معين طاوشطار. معين طاوشطار. واه. دوك البصله دوك راه لي ستوك راه ميخواو. شحال ما قلالت البصله شحال ما كترطب هاد الثمن. الثمن واه. فهمت المعنى؟ فهمتني الطلب اكثر من العرض. لا يعني حتى قلال وهي بحال شوف كاين بعض الناس اللي عندهم واحد لا كونتيتي كبيره ديال البصله. 500 طون 700 طون 1000 طون. نعم اولدي. واه باقي لك غير التشين وغادي دير الاخر. انا درتها درتها التشين واسمو خو كذوك درتها. الاخوان كما سمعتوا معنا سي باداد معروف هنايا الكور مازال ديالو ضرب الكاسك ومسائل هذا قول لي الموتور وكان غير موتور. لا موتور قول لي يعني راه قليله في السوق هذاك الشيء علاش راه ماشي قليله. البصله موجوده موجوده ماشي موجوده واه. موجوده لحقاش البصله واحد الماده اللي ما كتخسرش واه. فهمت يعني واخا تستوكا من الفلاح يحل عليها الكوري ديالو باش يجبدها يعني ما كيرمش واحد لاكونتيتي كبيره لحقاش البصله عندها واحد التقنيه باش تخزن باش تخزن كيديروها في واحد الكوري يكون ذاك الكوري مقبل باش الهواء يدخل وكيديروا صندوق باش صندوق فوق صندوق كيديروا كروازي يعني صندوق يديروا حال صندوق إيه باش الهواء يدخل باش الهواء يكون لي سباس بين تبقى دائما يابسه وما تقيسهاش النده. علاش؟ اش كيديروا كاين خارف وصنادق باش يدخل الهواء الهواء باش تهوى. الا ما تهواتش البصله غادي تندي ولا تندات البصله راه في الوصيف راه في ساعه تنبت في ساعه تنبت ملي كتكون مهويه مع راك شو نطلبوا الله في الرحمه ان شاء الله يا ربي وياتينا بالمطر راك شو هذا العام كبير راك شو الحمى اللي كاين الله يحفظ احنا في شهر 11 والحراره 26 درجه 27 درجه نورمالمون شهر 11 تكون عندنا يلاه 12 درجه ولا حاجه وكل برد واه. دوك هاد الحمال كيزيد خبز تخلي البصله يابسه يابسه ما كيدخلهاش النظام. دوك شكون غادي يربح؟ اللي كيحتكر البصله ماشي الفلاح اللي كيشري واحد لاكونتيتي وكيدسها. دوك ديك لاكونتيتي متسها دوك البصله بدات بجوج دراهم درهم ونص. دوك البصله غادي دير 5 درهم بالجمل. فهمت 7 دراهم 7 درهم 6 درهم راه دير 5 درهم بلاصتها مليحه مليح يعني اللي ما فيهاش النبات. دروك ونزيد مازال البصله يرتفع الثمن ديالها. دروك لحقاش الستوك اللي كيخرج ما كيرجعش. يعني ما كتخلفش ماشي بحال ملي تكون بحال نقولوا بطاطا يقلع بطاطا اخرى جايه في الطريق. فهمت. بحال المطيشه عندك المطيشه كيقلع خمسه سته القلعات. يقلع مطيشه الاخرى غادي تطيب الاخرى يعني فهمت غادي بحال الرولما. بحال الرولما. الخيار عاود النوار حاجه ديال النواره كتخلف. كتخلف. والحاجه ما فيهاش النواره ما كتخلفش. فهمت المعنى؟ حاجه بحال نقولوا اللوز ولا القرقاع ولا الزيتون ما كيخلفش. ما كيخلفش. كتجينا مره هذيك البصله كتجينا مره في العام ولا جوج مرات في العام كتجي الشتويه وتجي الصيفيه. فهمت واه. كتجي ديك الخضاريه وتجي الاخرى. دوك من لحقاش دوك البصله راه كتقلال ما حتى كتقلال وهي تزيد في الثمن. فهمت واه. بحال الحوايج ديال النواره لا يقلع ولا يقلع. فهمت رابح يعني الفلاح رابح في لافير. فهمت عرفت فهمت المعنى يعني الحاجه اللي تستوكا هي اللي كتستوكا وقع فيها الاحتكار بحال التشين بحال لا التشين ما كيستوكاش بس ما يديروش في الثلاجات ولا لا التشين ما كيستوكاش التشين هذاك هذا التشين ديال العصير ديال العصير غادي يدخل التشين الاخر غادي يدخل رخيص يدخل رخيص دراهم درهم ونص يعني النافيل نافيل كيدخل شويه حامض من بعد تفوت واحد الشهر ولا يولي حلو. فهمت. كاع يمين يغلى يبدا. فهمت واعر. انا هو الكريمونتي راه جينا سيدي سليمان لحقاش بركان ما بقاش فيه الكريمونتي بزاف. علاش؟ من الويان نقصت في الماء ديالها. واه نيوان نيشان من الويان نقصت في الماء ديالها. دوك هذا جاب سيدي سليمان. هو الضرير نبيعوا الكريمونتي نبيعوا ب 6 دراهم. دوك راح نجيب الكريمونتي ب 6 ونص بالجمله 7 دراهم. فهمت انا؟ هذا هو اللي كاين اللي جعل الانسان شويه كيكون الغلاء في الاخر. ما كاينش شي غلاء زعما الحمد لله. يعني هو بالنسبه للوبيا شعره ولوبيا كريمي. لوبيا شعره رخيصه راه دير 8 درهم 9 درهم. لوبيا كريمي ما كايناش. لوبيا كريمي كدير 15 درهم 14 درهم. لحقاش لوبيا كريمي صافي راه غادي تمشي. الصيف واجد المهم هي الصيف. هذه لوبيا كريمي ديال الزكاره. الزكاره. الزكاره عندهم الجبال باردين. كتبغي لهم لوبيا كريمي. فهمت. هذه زكراويه. زكراويه يعني في النهار الاول كتجينا
كتجينا مسلة مسلة من بعد كتجي محفير ملي تمشي ديرها حفير تبقى تجي ديال الزكاة الزكاة يعني هذه الدورة كامل هذه الدورة الأخيرة ديال الكرين دوكا تدخل السي جلبان واه من جلبان واه السي جلبان دخل ملي يدخل السي جلبان لا لا الكرين تفرط تفرط واه بحال ملي تجيب المرأة الصغيرة تهرب المرأة الصغيرة الكبيرة كبيرة تبارك الله عليك الله يعطيك الخير بغا يدخل السي جلبان والسي القرنع واه جلبان القرنع السي جلبان يدخل يدخل رخيص والسي جلبان تمنى له غير الشتاء حقا الجبان كيديروا فيها حفير كيديروا بور فهمت حقاش حفير بارد تمنى له غير الشتاء باش الله عز وجل راه كيقول لك زعما التالي نتاع تاع الخريف غادي تكون الشتاء والبدايه تاع الشتاء تكون الشتاء بزاف كاع خزائن الله كبيره وهذاك الشيء اللي كاين طلبوا رحمه تاع ربي وسع شكرا على المعلومات السي بدر الله يعطيك الخير الله يرحم والدين اذا سمعتوا معايا المعلومات صراحه السي بدر عطانا معلومات مهمه جدا على الاثمنه ديال يعني بصلاه كما شفتوا يعني بصلاه حمراء هذه 6 درهم 7 درهم حتى 8 درهم شوف تبارك الله عاوتاني خضره هنايا يا سلام كل شيء موجود خير حتى عندنا تبارك الله ما شاء الله راس ديال الخضره هذه جديده نيو باقيه تبارك الله ما شاء الله كل شيء موجود شوف اليوم الحمد لله موجود الخير موجود ما كاينش شي ثمن غالي فهمت 14 دير 4 دراهم 4 دراهم 10 اللي كانت دير 10 لا خاص دوك ما كاينش دير اجا دير وجدي ما راهش تصدر فهمت ما راهش كتصدر النهار اللي بقات تصدر كتطلع شوف الثمن ما كتطلعش واحد جاك واه دوك الحمد لله الخضره موجوده دوك هذا لا سيزون ديال الخضره لا سيزون ديال الخضره يعني لفت الحلوه لفت المره الخيار الكرم الخيار الفقوس الدجال الباربا الخيزو البطاطا حلوه الحمد لله حقاش مشتا ديال الخضره فهمت واه في الصيف كيكون الخضر قليله الفواكه 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 الصيف كيكون الفواكه يكونوا بزاف دوك المشتا كتكون الخضر الانسان ماذا به ياكل الخضر فهمت الخضر فيه واحد الفائده كبير صحي احسن من اللحم اللحم راك شي راك كله كونسير الله يستر شوف اللحم بكري كان الناس كترعى شوف لحقاش الله عز وجل دار الانعام لقاها المراعي ديالها كتاكل العشب اليوم ما بقاش العشب برا كاين الناس كتشري العلف هذاك العلف علاش كتجي بحال بحال نقول شي حاجه بحال الكود هذاك الشيء علاش كيجي اللحم علاش الانسان كيمرض ما ياكل اللحم كاين دوك لي برودوي اللي كياكل ياكل بالحلال الحولي هو اللي كيجعل الانسان يمرض كان ياكل اعشاب الحول ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغي الد حاجه عنده هو لحم الخروف خروف وحاجه اللي سائل الد عنده العسل والحليب التحليب شنو الحليب راه 4 درهم السيترو واه 4 درهم السيترو تاع الكرتون 4 درهم السيترو كلشي كلشي تزاد كلشي دانون ميريندينا هي التالية هذيك كاتات عندها الصغار في الله حسن عون راه قتلوا الجفاف هو هادشي ديال الله سبحانه عز وجل ما عدا شي واحد يقول لك داكشي جات كورونا الجفاف زيد الحرب تاع اوكرانيا وروسيا الله سبحانه عز وجل شوف الله الله عز وجل شوف اذا حب عبدا ابتلاه ابتلاه هذا الشعب المغربي ابتلاه الله بهذا الجفاف يطلبوا الله سبحانه عز وجل يزيد واحد الرحمه وواحد يشوف الى بعين الرحمه وخوة ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله سي بدر الله يحفظك شكرا ما سخيناش بك ولكن لا لا ما نسخاش بك ديما نجي وما نلقاكش فراه بدر يقول لي ودي راه الاخر رشيد قال لي سير قبل ما يمشي راه غادي يهرب تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه شكرا اذا كما كتشوفوا معنا معنا السي بدر عطانا مجموعه ديال المعلومات تبارك الله كنتمناو الخير بطبيعة الحال إذا حنا باقيين في سوق الخضر والفواكه أشحال هذا اللي بانان بانان؟ واه أنا ديال 240 240 تبارك الله هذا مزيان نتمناو الخير 240 واه راه مزيان أخويا واه أمال لي صالاد والصوالح أكره هذه الأمور سي رشيد تحياتي تبارك الله عليك مزيان هانية شحال هادير النعناع ما زالش هذا الشيء تاع الربيع وكذا مازال ما زالش باقي هو هو سبحان الله غير هما اللي ما يزادوش دابا هذا الحار هذا هو اللي يجي طرشياك تقدر ديرو في القراعي مع الخل وداك الشيء ياك نعم واه
مزيان، قليل هذا بزاف. بصح شكون اليوم ولا يصابوا؟ كاين كاين اللي يلقى الحال بزاف، حتى هذا راه حال. واه لا بصح هذا انا نعقل، احنا الوالده كديروا في الخل، الخل الملح واه خل 100% ماشي ويترقد تما هكا، ولا كيخصو يكون صغير كتقرب تقلب عليه الصغير وتصابوه في قلاعي ويبان لك هذاك الديكور زين وكذا وهذه ولكن يا خويا كتكثر منه يمرض لي ستوم. هذا عاوتاني هذا حار، هذا عاوتاني حار مجهد، هذا هو اللي يقول يصابوا به القلياطه يمكن يبسوه يبسوه. هذا المارشي ديال الخضره اللي في اللي في المدينه اللي في السونتر فيل. السلطه حتى هي نفس الثمن 7 دراهم كذا حتى هي ما طاحتش. اللوبيا شحال 8 دراهم شعره؟ كاين مليح 11 مزيان. هذا واش هو؟ السبانخ ياك، هذه هي نتاع اللي كان ياكلها بوبي وكذا بوبي وزيتونه يعني كتباع هكا وكتباع حتى في القواطه. لك هذا لي زيبي، هذا السبانخ هذه واش سلطه ولا؟ انا عمري ما كليتها صراحه. كان بزاف الطرق فيه محل الطريقه ديال الخبيز، ديال الخبيز نقدروا نقولوا زعما هذه من العائله ديال الخبيزه ياك. هذه ما فين كتنبش هذه؟ في كان في المغرب مسلم نواحي ديال سان، نواحي ديال سان. هذا بروكولي داير بحال سميتها بحال شي فلور ياك، يعني هذه لا فامي تاع شي فلور فطريات كما كنقولوا حنا. والخرشف الثمن واه 8 دراهم، يعني هذا الصوالح تفجل عاوتاني. يعني هذه المسائل هذو ما 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 كما نقولوا في الثمن عادي. تبارك الله عليك، شي كلمه تبغي تقولها للمشاهدين ديال القناه؟ وكنسلك عليكم كاملين وان شاء الله تكونوا دايرين مليح، وكنبغي سلامي لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، ونسلك المدينه وجده، وكنبغي لك سلامي للاسره الملكيه والسيد الله ينصرو، وان شاء الله الله يحفظ لنا والمغرب دائما ان شاء الله في ازدهار ان شاء الله. شكرا.